مساء الخير طلابي الأعزاء، طلاب مدرسة عشتار الإبتدائية الأهلية، درسنا لهذا اليوم رياضيات للصف الأول الإبتدائي، درسنا لهذا اليوم الأشكال المستوية صفحة مئة وستة وأربعون، يلا حبايبي الحلوين نفتح الكتاب الكبير الملون. على صفحة مئة وستة موضوع الأشكال المستوية، هاي هي الأشكال المستوية يا حلوين، المربع، والمستطيل، والمثلث، والدائرة، درسنا في الدرس السابق، وتعرفنا على المجسمات، شنو المجسمات؟ منو يتذكر؟ مكعب. شبه مكعب كره اسطوانه ومخروط الان حبايب الحلوين راح نتعرف على الاشكال المستويه مرحبا اصدقائي نحن عائله الاشكال المستويه انا هي الدائره وانا المربع وأنا المثلث وأنا المستطيل. نحن عائلة الأشكال المستوية، الدائرة، المربع، المثلث، المستطيل. والآن أيها الأصدقاء، سوف نقرأ لكم قصة عن أشكالنا الجميلة. هيا بنا أيها الأصدقاء لنستمع معا إلى قصتنا قصة الأشكال المستوية، كان يا ما كان في قديم الزمان، في يوم من الأيام رأينا عصفور حزين يقف تحت الشجرة فقلنا له ما بك ايها العصفور لماذا انت حزين فقال لهم انا وحيد وليس لي اصدقاء وليس لي اي مكان اذهب اليه ولا يوجد لي منزل يحميني من البرد والحر ولا مكان انام فيه فحزنا عليه وقلنا له نحن الأشكال سوف نكون أصدقاء لك دائما وسوف نكون بيت لك ويكون لك بيت جميل من أشكالنا هذه فقال لهم العصفور كيف ستكونون أصدقاء لي دائما وكيف ستبنون لي بيت من أشكالكم؟ فقالوا له: انظر إلينا أيها العصفور، فأنا المستطيل، أنا سوف أكون العامود الذي يقف عليه المنزل، انظر إلى شكلي أيها العصفور، فأنا مستطيل، أنظر لي أيها الصديق العصفور، أنا مستطيل، وسأكون عامود للبيت. وقال المربع، وأنا أيها العصفور، سوف أكون البيت والنافذة. أنظر، وأنا أيها الصديقي العصفور، سأكون المنزل الذي يقف فوق العامود انظر أيها العصفور أنا هو المستطيل أنا عامود المنزل وأنا هو المربع سأكون أنا المنزل وأنا الدائرة سأكون باب المنزل انظر ايها العصفور لقد اصبح لديك منزل متكون من عامود على شكل مستطيل وبيت مربع وباب دائريه ماذا ايضا ولكن ايها الاصدقاء لا يوجد سطح للمنزل فأنا أريد سطح للمنزل، فابتسم المثلث وقال: أنا يا صديقي سأكون سطح للمنزل. صديقنا العصفور، نحن الآن قمنا ببناء منزلك الجميل، فقال لهم العصفور: ولكن أيها الأصدقاء، أنا أريد مكان أن أقف عليه عندما أخرج من المنزل. ففكر الأصدقاء وقالوا له: سنبني لك عامود آخر لتقف عليه. فقالوا الأصدقاء: من أي شكل سوف نبني هذا العمود؟ فقال المستطيل: من المستطيل فقالوا له أصدقاءه الآن أصبح لديك منزل جميل هل أنت سعيد الآن؟ فقال العصفور أنا جدا سعيد الآن لقد أصبح لي أصدقاء وأصبح لي بيت جميل من الأشكال المستوية فللمنزل شكل السطح مثلث شكل السطح مثلث وشكل البيت مربع وشكل الباب دائره وشكل العامود الذي يقف عليه العصفور مستطيل فتعجب العصفور وقال لهم أيتها الأشكال المستوية، أنا أحبكم جدا، فأنتم أصدقائي، وأنتم لي بيت، فأنا أحبكم. والآن أعزائي التلاميذ، مثل ما تلاحظون، بنينا منزل جميل لهذا العصفور الحزين. وأصبح هذا العصفور جدا سعيد في بناء المنزل الجديد مثل ما تلاحظون سقف البيت مثلث سقف البيت مثلث والبيت شكله مربع البيت شكله مربع وباب البيت شكلها دائري هذا شكل دائري الباب مال البيت والعامود الذي يحمل البيت شكله مستطيل، وأيضاً العامود الذي يقف عليه العصفور، شكله أيضاً مستطيل، فهذه الأشكال المستوية نستطيع أن, أن نبني بها أشكال جميلة، وأنتم أيضاً أصدقائي، وأنتم... والآن أعزائي التلاميذ، راح ابني لكم بيت صغير وحلو بهذه الاشكال المستوية شنو الاشكال اللي عندنا جدا لاحظ مستطيل مثلث مربع ودائرة بهذه الاشكال راح ابني لكم بيت كلش حلو وراح تحبوه وانتو تقدرون بالبيت تقصون اوراق ملونة على شكل مثلث ومربع ودائرة ومستطيل. هيا بنا لنبني البيت الجميل. أول ما نبني البيت راح نحتاج راح نحتاج إلى شكل مستطيل أو مربع. أنا الآن استخدمت شكل مستطيل. استخدمت شكل مستطيل. هذا الشكل راح يمثل البيت البيت الداخلي. اما الان راح احتاج الى سطح البيت يا شكل من الاشكال راح نستخدم راح نستخدم المثلث مثل ما دا تلاحظون حبايبي استخدمت المثلث شكل المثلث لسطح المنزل والمنزل شكل مستطيل الان شو يحتاج المنزل يحتاج الى شباك راح اضع شباك جميل هذا الشكل اللي سويناه شباك شنو هذا الشكل يا شاطر يعرف ممتاز دائره الان اريد بعد ايضا شباك شباك واحد اريد بعد شبابيك راح استخدم يا شكل المربع احسنتم اصبح شكل البيت او المنزل جميل لكن شو يحتاج البيت يا شاطر يعرف شو يحتاج البيت احنا سوينا سطح للبيت وسوينا البيت وسوينا الشبابيك شنو اللي بقيت ممتاز الباب الباب يا شطار الحلوين شو راح نستخدم الها يا شكل راح نستخدم الها شكل مستطيل وضعنا الباب الى المنزل مثل ما تلاحظون شوفوا حبايبي الحلوين بعد البيت ايش قد حلو صار انتو هم تقدرون بالبيت تسووا بيت بعد احلى من هذا البيت وتقدرون ايضا تسوون بيت مثل ما سوينا بيت للعصفور كل هذه الاشياء والبيوت اللي بنيناها مين من الاشكال المستويه الان احنا تعرفنا على الاشكال المستويه يا شاطر يذكر ما هي (مثلث دائرة مربع مستطيل) أعيد، شنو هي الأشكال المستوية؟ مثلث دائرة مربع مستطيل، والآن أيها الأصدقاء، سنشاهد معاً الفيديو لنتعرف اكثر على الاشكال المستويه هيا بنا يا اصدقائي لنشاهد <applause> هل تجدون اي تدايره؟ المربع هيا لنرسم المربع المربع هل تجدون اي مربع؟ هيا لنبحث عن المربع هل تجدون اي مربع؟ بعد ما تعرفنا على الأشكال المستوية وهي المربع، المستطيل، المثلث، والدائرة، الآن راح ننتقل إلى حل فقرة أتأكد نقطة رقم واحد أضع علامة الصح على الشكل المشابه للصورة، مثل ما تلاحظون عدي هنا صورة، وعدي هنا أشكال. يريد هذه الصور منو من هذه الأشكال تشبه هذه الصور نحط عليها علامة صح أول صورة عندنا هذه هذا شكلها شبيه يشبه الدائرة حاط علامة صح على الدائرة هذا الصورة المن تشبه يا شكل الصورة هذه تشبه المثلث إذا نحط صح على المثلث وهذه الصورة إذا تلاحظوها تشبه المنيا شكل دائرة، مثلث، أم مربع؟ ممتاز تشبه المربع إذا نضع علامة صح على المربع. نقطة رقم اثنان. ألون الأشكال بما يشابهها. عندي مجموعة من الأشكال. مربع، مستطيل، ومثلث، ودائرة. وعندي مجموعة من الأشكال المستوية يريدنا نلونها هذه المجموعة على حسب الشكل اللي هو منطينة أو شكل منطينة مربع الآن اللي أطلبه من عندكم نذب قلم الرصاص ونطلع أقلام تلوين المطلوب من عندكم أريد قلم أحمر يلا حبايبي الحلوين نطلع الأقلام الملونة وقلم أخضر قلم أزرق وقلم أصفر يلا يا شطاري طلعنا الألوان هسه أول قلم راح نرفعه هو الأحمر يلا نرفع القلم الأحمر ونشيل الأقلام الباقية نحطها يمنا هذا الشكل مربع يا لون ملوني بالأحمر إذا أخذنا اللون الأحمر راح ندور على المربع، منو مربع؟ منو الشكل عندي المربع؟ هذا المربع لونه بالأحمر، عندي بعد شكل بعد مربع؟ عندنا مربع اللون أيضا هذا الشكل، المربع بالأحمر، عندنا بعد مربع؟ أحسنتم، هذا أيضا مربع، إذا كم مربع عندي؟ ثلاثة واحد اثنان ثلاثة أحسنتم الآن بعد ما عندنا مربعات ننتقل إلى الشكل الثاني شنو هو هذا الشكل يا حلوين مستطيل يا لون أخضر أسحب القلم اللون أخضر راح أنظر عندي بهذه المجموعة مال الأشكال مستطيل أخضر هي عندي اذا الون المستطيل بالاخضر عندي بعد مستطيل عندي الونه وهذا ايضا مستطيل هم الونه بيا لون بالاخضر احسنتم عندي بعد شكل بهذه المجموعه عندنا بهاي المجموعه ايضا هم مستطيل لا بعد ما عندنا اذا كم مستطيل عندي واحد اثنان ثلاثة الان راح ننتقل الى هذا الشكل شنو هذا الشكل مثلث يا لون ازرق ناخذ القلم الملون الازرق راح اللون عندي مثلث اي نعم عندي اذا ابدي الون المثلثات جميع المثلثات بهذه المجموعة الونها لون ازرق يلا وياي يا شطار عافية لون تلوين حلو وبالأصباغ الخشبية ما أريد أصباغ ماجيك أصباغ خشبية والآن عندي بعد مثلث لو خلصت المثلثات خلصت راح نجي نحسب المثلثات كم مثلثات عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة مثلثات منو بقايا شكل عندي الدائرة يا لون الدائرة اصفر اسحب اللون الاصفر هذه هي الدائرة راح نلونها باللون الاصفر مثل ما تلاحظون حبايبي الحلوين لونت الدائرة باللون الاصفر الآن اصبحت الاشكال عندنا مربع مثلث، مستطيل، ودائرة. كم شكل عندي مربع؟ واحد، اثنان، ثلاثة. كم شكل عندنا مستطيل؟ واحد، اثنان، ثلاثة. كم شكل عندنا مثلث؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. كم شكل عندي دائرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. والآن أعزائي التلاميذ راح ننتقل إلى فقرة أحل، صفحة مئة وسبعة وأربعون. نقطة رقم أربعة أكمل النمط عندنا هنا نمط تعرفنا في الدروس السابقة عن النمط وهو ترتيب الأشكال عندي هنا أنا أشكال وهي المثلث والدائرة يريدنا نرتب هذه الأشكال مثلث دائرة مثلث دائرة من هنا ما هو منو حتى نرتبه المثلث أحسنتم نرسم هنا شكل المثلث مربع مربع دائره مربع مربع دائره هنا يريد من عندنا شكلين منو راح يصير هنا يا حلوين راح نرتب مربع مربع دائره مربع مربع دائره اذا منو المربع راح نرسم هنا مربع يا شطار. إذن ترتب الشكل عندنا صار مربع مربع دائرة مربع مربع دائرة مربع مربع. ننتقل إلى النمط الآخر: مثلث دائرة مربع. شوفي هاي الاشكال عندي مثلث دائرة ومربع راح نرتبهن منو لازم اول شي يجي مثلث دائرة مربع مثلث هذا المثلث منو الماكو هنا وجاي المربع منو الماكو اللي هو شكل الدائرة نحوط نرسم دائرة إذا رتبنا على شكل نمط هذه الأشكال صار عندي مثلث دائرة مربع مثلث دائرة مربع مثلث دائرة مربع الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى فقرة أفكر نقطة رقم خمسة أصنف بحسب الشكل عندي جدول هذا الجدول راسم بي أول شيء يريد مثلث مربع مستطيل ودائره ومنطيني مجموعه من هذه الاشكال المستويه يريد بداخل هذا الجدول كل شكل من هاي الاشكال ايش قد موجوده نرسمها على عدد الاشكال الموجوده بهاي المجموعه اول شكل مثل ما نلاحظ هو المثلث خلينا ندور بهذه المجموعة كم عدد المثلثات واحد اثنان ثلاثة إذا في جدول المثلث كم مثلث راح نرسم أحسنتم ثلاثة مثلثات واحد اثنان ثلاثة راح ننتقل إلى المربع كم مربع مرسوم عندي بالمجموعة؟ كم مربع؟ واحد، اثنان، فقط اثنان، إذا أرسم لها اثنان بس، واحد، اثنان، الآن المستطيل، خلينا ندور عندنا شكل مستطيل، عندنا بهاي المجموعة مستطيل، كم مستطيل عندي؟ بس واحد. إذا أرسم مستطيل بس واحد، الآن راح ننتقل إلى الدائرة، كم دائرة عندي داخل المجموعة؟ نحسبهم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، إذا كم دائرة راح أرسم؟ أربعة، ممتاز، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أعزائي التلاميذ انتهى درسكم لهذا اليوم وهو شرح وحل الأشكال المستوية صفحة 146 وصفحة 147 واجبكم لهذا اليوم حبايب الحلوين هو صفحة 146 نحل وصفحة 147 نحلها في الكتاب وواجبكم أيضا في كتاب النشاط صفحة 51 والآن أعزائي التلاميذ راح نراجع الأعداد من واحد إلى تسعون، مع تكملة كتابة الأعداد في الدفتر من واحد وثمانون إلى تسعون، هيا بنا نراجع الأعداد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. سته سبعه ثمانيه تسعه عشره نيجي ورا العشرة يا شاطر يعروف احدى عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر سبعه عشر ثمانيه عشر تسعه عشر عشرون اكمل واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثه وعشرون اربعه وعشرون خمسه وعشرون سته وعشرون سبعه وعشرون ثمانيه وعشرون تسعه وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثه وثلاثون اربعه وثلاثون خمسه وثلاثون سته وثلاثون سبعه وثلاثون ثمانيه وثلاثون تسعه وثلاثون اربعون واحد واربعون اثنان واربعون ثلاثه واربعون اربعه واربعون خمسه واربعون سته واربعون سبعه واربعون ثمانيه واربعون تسعه واربعون خمسون أكمل واحد وخمسون اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسة وخمسون, وخمسون ستة وخمسون سبعة وخمسون ثمانية وخمسون تسعة وخمسون ستون واحد وستون اثنان وستون ثلاثة وستون أربعة وستون خمسة وستون ستة وستون سبعة وستون ثمانيه وستون تسعه وستون خلصت التسعه وستون يجي ممتاز سبعون واحد وسبعون اثنان وسبعون ثلاثه وسبعون اربعه وسبعون خمسه وسبعون سته وسبعون سبعه وسبعون ثمانيه وسبعون تسعه وسبعون ثمانون شنو يجي ورا الثمانون يا شطار؟ واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، تسعون، قلنا أطفال العدد ثمانون أبنائهم هم يبدون من الواحد إلى التسعة. إذا من هم واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، الآن حبايبي الحلوين راح ننتقل إلى بيت الأعداد، والآن يا أعزائي التلاميذ راح نقوم بإدخال أبناء العدد ثمانون، من هم أبناء العدد ثمانون؟ واحد وثمانون اثنان وثمانون ثلاثه وثمانون اربعه وثمانون خمسه وثمانون سته وثمانون سبعه وثمانون ثمانيه وثمانون تسعه وثمانون هم ابناء العدد ثمانون أعزائي التلاميذ واجبكم أيضا راح يكون كتابة الأعداد من واحد وثمانون إلى تسعون في الدفتر حبايب الحلوين إنتو الآن صرتوا كبار أنا ما راح أعتبركم صف أول راح أعتبركم قدامي كبار صف ثاني الآن إنتو صف ثاني كبار مو صغار صف أول اليوم حبايب الحلوين لأن إنتو كبار وتعلمتوا كتابه الاعداد كلها وصرتوا ابطال وانا كلش فرحانه بيكم لان كلكم دتتابعون وكلكم دتعرفون تكتبون الاعداد بصوره صحيحه قراءه وكتابه الان غيرت لكم التخطيط ما الكتابه حبايبي الحلوين راح يكون تخطيطنا الجديد للكتابه هو بهذا الشكل بهذا الشكل واحد وثمانون، اثنان وثمانون، ثلاثة وثمانون، أربعة وثمانون، خمسة وثمانون، ستة وثمانون، سبعة وثمانون، ثمانية وثمانون، تسعة وثمانون، تسعون، هذا هو التخطيط الجديد، حبايبي الحلوين راح يكون بهذا الشكل، فالمطلوب منكم تكتبون الواجب. في دفتر الرياضيات وهو من واحد وثمانون إلى تسعون وين نكتبه يا شطار؟ نكتبه بالدفتر هذا واجبكم اليوم إضافة إلى مثل ما ذكرت لكم واجبكم هي الأشكال المستوية صفحة مية مئة وستة وأربعون وصفحة مئة وسبعة وأربعون وحل في كتاب النشاط صفحة واحد وخمسون واريد منكم متابعة وياي حبايبي الحلوين وراح اتابعكم ان شاء الله على الفايبر اتمنى لكم الموفقية مع السلامة